مساعدده بالخبرة الكبيرة، مساعدده هل يضع السالمية بالمقدمة. 1-0 1-0 فعالها مساعد ندى يتقدم للسماء بهدف مقابل لا شيء عند الدقيقة الثامنة على بداية المباراة. واضح أمامنا هدوء من جانب المدرب ميلود حمدي مدرب فريق السالمية صاحب 48 سنة. تعود هذه الكرة إلى حسين مرة أخرى يبحث عن كرة عرضية. التعادل التعادل فعلها 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 فريق القوة الجوية وعاد للمباراة. هدف التعادل هدف التعادل ساهر ميداني النجم السوري الكبير يعيد القوة الجوية. الصقور تحلق هنا في استاد كربلاء والجمهور يحلق مع هذا الهدف الرائع لفريق يبحث عن لقب آخر عربي. هذه محاولة القوة الجوية مرة أخرى فعلها القوة الجوية. تأخر في نتيجة المباراة لكنه عاد ليقلب الطاولة على السماوي. السالمية بهدفين مقابل هدف. إبراهيم بايش إبراهيم بايش منذ بداية الشوط الثاني بعد مرور دقيقتين يسوس المرور يحاول. الله 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 حلوة 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 الحلوة حلوة حلوة تكمل في المرمى والهدف الثالث للقوة الجوية في منتهى الروعة. سامح سعيد سامح سعيد ماذا يفعل سامح سعيد؟ مر وتقدم لعب كرة في منتهى الروعة لحسين وحسين في المرمى. حسين جبار والقوة الجوية جبار في هذه الليلة. مش ممكن ثلاثة مش ممكن ثلاثة لفريق القوة الجوية في مرمى السالمية الكويتي. تأخروا بهدف لكنهم عادوا.